السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الثالث؟ يلا يا أبطال يا حلوين، الوحدة 18 الريفيجن المراجعة. وحدة كثير إن شاء الله سهلة، هاي الوحدة ليست أساسية يا أبطال، يعني أنت مش مجبور تأخذها إلا إذا المس أو المعلم أعطاك إياها، فعشان هيك يعني كثير هاي الوحدة حلوة، يعني للطالب اللي حاب يعزز مفرداته يتأكد انه حافظ منيح، لان هاي بتراجع كل الوحد السابقة إلها. يلا يا أبطال في وحدة الريفيجن المراجعة، listen استمع and write واكتب. يلا يا أبطال نسمع ونكتب، كله أخذناه، فيش اشي جديد، فعشان هيك يعني الأمور لازم تتوقع تكون سهلة عليك. يا Period 1, Activity 1. Listen and write. She's running. He's playing computer games. They're flying a kite. He's jumping. They're listening to music. She's playing the drums. Track 77, Unit 18, Period 1, Activity 2. Listen and say. يلا اسمع وقولوا. Picture A. 1. What's she doing? 2. What's he doing? 3. What are they doing? Picture B. 4. What's she doing? 5. What are they doing? 6. What's he doing? طيب يا حلوين، شو يعني what are they doing؟ ماذا هم يفعلون؟ what he is أو she is doing؟ ماذا هو أو هي تفعل؟ بتقول he أو she is listening to music، يعني هي تستمع إلى الموسيقى، أو بتقول they are flying a kite، هم بيطيروا في طيارة ورقية. write and match بمعنى أكتب ووصل. يلا أكتب ووصل. شوف كل واحدة مع التانية. He is jumping معنى هو يقفز. She is playing. إيش هي بتعمل؟ Playing the drums. شو يعني playing the drums؟ هي بتعزف على الطبلة. أني واحدة بتعزف على الطبلة؟ 4. بعدها He is listening to music، يعني هو بيسمع لمين؟ للمزيكا، بيسمع للموسيقى، اللي هي 3. They are هم شو بعمل؟ أو هن running، هن بجرن. هاي they are running، هن بجرن. He is playing computer games، يعني هو بلعب ألعاب الحاسوب، اللي هو في 6. They are flying a kite، they are flying a kite، يعني هما بيطيروا في طيارة ورقية، اللي هي في 2. يلا read and circle بمعنى اقرأ ودور. يلا نقرأ وندور. He is flying a kite، هو بيطير طيارة. They are listening to music، بيسمعوا للمزيكا. She is playing football، هي بتلعب كرة القدم. He is playing computer games، هو بيلعب ألعاب الحاسوب. يلا read listen، يلا نسمع ونشوف. Unit 18, Period 2, Activity 1. Read, listen and circle. Waleed, Hala, this is my cousin, Peter. Hello. Hi, Peter. Where are you from? I'm from Britain. I live in London. Where do you live? I live in Jerusalem. It's a
big city. Do you like football, Waleed? Yes, it's fun. I don't like football. It's boring. Do you like basketball, Peter? Yes, it's great. طيب يا حلوين، هذا نقاش صار بين بيتر ووليد وأنا وحلا. بيتر يا حلوين هو ابن عم أنا. بيتر بريتش، ما هو ابن عمها، شو بده يكون؟ بريطاني. وليد lives in، وليد وين بيعيش؟ في جيروسلم. مكتوب كان في الاستماع، وهنا حاطين في الطباعة بيت لحم وحيفا، فهنا جيروسلم الصح. ما بعرف إذا عدلوا هاي في النسخة، هاي نسخة 2020. وليد هون likes football، بحب الكرة القدم. ليش؟ لأنها fun. شو يعني fun؟ مسلية. أنا doesn't like football، أنا ما بتحب كرة القدم. أنا thinks football is boring، شو يعني boring؟ ممل. هي بفكر أن كرة القدم شو مالها مملة. Peter likes basketball، Peter بحب كرة السلة. نطلع اللي بعده. Track 79 Unit 18 Period 2 Activity 2. Listen and say. 1. Where's Waleed from? 2. What sport does he like? 3. Why does he like this sport? 4. What sport doesn't Anna like? 5. Why doesn't she like this sport? 6. What sport does Peter like? 7. What's your favorite sport? 8. Why do you like this sport? طيب طلعوا معي. 80. Unit 18. طلعوا معي يا حلوين. حكوا إنه Do you like football؟ أنت بتحب كرة القدم؟ حكوا له Yes، نعم. إنه fun، مسلي. Great، رائع. أو easy، سهل. واحد حكى No، لا. It's boring، ممل. يلا read and write، بمعنى اقرأ وأكتب. طيب اقرأ وأكتب، ما علينا. Hi, I am Hamza. Hamza, I'm Harry. I'm from Britain. I'm British. I live in London. It's a very big city. I speak English. I don't speak Arabic. My favorite sport is basketball. It's easy. I don't like table tennis. It's difficult. Please write back, Harry. المهم هذا واحد بيحكي مرحبا يا حمزة، أنا هاري، أنا من بريطانيا، أنا بريطاني، أنا بعيش في لندن، مدينة كبيرة كثير، بتحدث الإنجليزية وما بحكي عربي. رياضتي المفضلة كرة السلة، هي سهلة. أنا ما بحب تنس الطاولة لأنه صعب. Please write back، يعني رجاء أكتب رد علي soon، قريبا. يلا هون بتقول Hi Harry، I am حمزة. طب ليش حمزة؟ لأنه هيك حطوها في الكتاب. I am from Palestine، أنا من فلسطين. شو بعديها بتحكي؟ I am Palestinian، شو يعني Palestinian؟ يعني يا حلوين فلسطيني. I live in Jerusalem، وين بتسكن؟ في القدس. It's a very beautiful city، شو يعني beautiful؟ جميلة. I speak Arabic، أنا بحكي عربي. I don't speak، أنا ما بحكي Spanish، أنا ما بحكي إسباني. My favorite sport is football، رياضتي المفضلة كرة القدم. ليش؟ It's fun، إنها ممتعة. I don't like swimming، ليش ما بحب السباحة؟ It's boring، لأنها ممل. بغض النظر يعني اكتب رأيك. Please write back، رجاء اكتب. وشو بتحط هنا في الآخر؟ بتحط اسمك اللي هو حمزة. جاهزة، طلع اللي بعده. يلا read listen and write، اقرأ استمع واكتب. يلا حط صح وغلط. Period 3
Activity 1. Read. Listen and write. I'm Samir. I'm from Jordan. I speak Arabic. I live in Amman. Amman is the capital of Jordan. I'm Anna. I'm British. I speak English. I live in London. London is the capital of Britain. It's a very big city. I'm Khalid. I'm Palestinian. I speak Arabic. I can speak English too. I live in Jerusalem. Jerusalem is the capital of Palestine. It's a beautiful city. Track 81, Unit 18, Period 3, Activity 2. Listen and say. 1. Where's Samir from? 2. What's the capital of Jordan? 3. Where's Anna from? 4. What language does she speak? 5. Where's Khalid from? 6. What languages does he speak? 7. Where do you come from? 8. What's your nationality? 9. What languages do you speak? طيب يلا say قل وراي where are you from يعني من وين انت بتقول I am from Jordan انا من الاردن. Where do you live? وين انت بتعيش؟ I live in عمان وعمان the capital of Jordan. أنا بعيش في عمان وعمان عاصمة الأردن. What language do you speak? يعني ما اللغات اللي انت بتتحدثها؟ بتقول I speak Arabic. أنا بتحدث العربية. يلا find and write بمعنى جد وأكتب. يلا من أين نوجد ونكتب مع بعض. Anna is British. She is from London. She lives in... طيب, okay. She is from Britain. بصير. She lives in London. يعني هي في لندن. It's a very big city. She speaks English. Khalid, من وين? Is Palestinian. Who and when he's from Palestine. He lives in Jerusalem. It is the capital of Palestine. يعني هي عاصمة فلسطين القدس. Khalid speaks Arabic. شو بيحكي خالد العربيك. سامحوني يا حلوين على الخط. يعني هذا يعني إذا ما فهمتوا جيبوا الماما أو البابا بتقدر تفهموا. إيه هذا يعني إلعبوا فيهم يعني صراحة. على صباح الكوية يلا هات الحين بدور الكوية. إيه نختم الفصل على خير. هاي سيتي وهاي لندن وين فلسطين الحين. فلسطين هاي فلسطين فلسطين فلسطين. وبعدها فلسطينيان في عندي لازم فلسطينيان. هاي فلسطينيان كل هاي فلسطينيان. وعندنا كمان
بعد Palestinian English و Arabic. وين Arabic و English؟ ندور عليهم. Arabic و English. English و Arabic. Arabic, English, English, Arabic. وين راحت Arabic؟ هاي بطلنا نشوفها. شكله ما في English ولا Arabic. والسيتي وكابيتال مش معقول. وأحسن إيش يجيبهم محلولات هذول. Arabic. هاي R بيك أرا بيك هيا هاي Arabic English وهاي English لحد هون. وشو ضل؟ ضل كابيتال. وين كابيتال؟ بالسي. دوروا لي حرف السي طولوا لي كابيتال بالسي. كابيتال هيا كابيتال. هيا كابيتال. خلاص هذول هما تمام. بريتين وبريتش. بريتش ضل بريتين. وين بريتين؟ بريتين 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 بريتين. اها مش لاقيها صراحة. خلاص بكفي لحد هون. هيك يا حلوين بنكون خلصنا منهاج الصف الثالث. بنشوفكم ان شاء الله في منهاج ان شاء الله اذا ربنا بحينا. راح تشوفونا في الصف الرابع لوقتها. ودرسوا في العطلة الصيفية منيح. ما بدي حد يضل نايم في العطلة الصيفية تنسوا الاحرف كمان مرة. ودرسوا منيح. ضلكم تابعين يا حلوين. الدنيا ربنا خلقها مشان نشتغل فيها. ما ربنا خلقها للعب. العب مش غلط دائما. بنشوفكم ان شاء الله بالتوفيق. ربنا يحفظكم. الى اللقاء.